منين دخلت علينا سنة 2022 السنة الأكثر ازدهاراً فلكياً وعلمياً من لحظة إطلاق تلسكوب الفضاء الجديد العملاق جيمس ويب في أواخر العام الماضي 2021، وما زال هذا التلسكوب يتحفنا بالجديد في أول أسابيع عمله. صورة من أعمق صور الكون مليانة بالتفاصيل اللي هتاخد شهور بل سنوات للدراسة والفحص. في خلال أسبوعين بس قدر تلسكوب جيمس ويب يكتشف أقدم مجرتين في الكون، بل والثالثة قريب إن شاء الله في الطريق، وده بفضل تقنياته العظيمة. ولا تنسى بالطبع عدسة الجاذبية. الأهمية الكبيرة لمعرفة اللحظات الأولى للانفجار العظيم هي الهدف الكبير بتاعنا خلال 100 سنة اللي فاتت، من ساعة ما بدأنا نفكر في الكون وإزاي نشأ هذا العالم الغريب. ولو وصلنا للحظات الأولى هيبقى قربنا كتير لحل مشكلة نظرية واحدة للفيزياء، واللي ممكن تنقلنا نقلة تانية أكبر حتى من الثورة الصناعية والتكنولوجية اللي احنا فيها دلوقتي. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ايه أهمية الكشف ده عن أقدم مجرة في الكون؟ اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات انفوسفير، ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك معانا عشان يوصلك كل جديد بخصوص اخبار علم الفلك والفيزياء الكونيه، وما تنساش تخبط اللايك لو عجبك الفيديو. قبل 13.8 مليار سنة نشأ الكون بتاعنا. الرقم ممكن يتغير يا جماعة بفضل غرائب وعجائب تلسكوب جيمس ويب اللي بنشوفها كل يوم. ومنذ اختراعنا للتلسكوبات الحديثة ولا سيما الفضائية منها، واحنا بنبحث وندور عن أقدم مجرة في الكون علشان نقرب قوي قوي للزمن القريب جدا من لحظة الانفجار العظيم. في 2009 وبالتحديد يوم 23 ابريل الساعة 7:55 دقيقة او 19 ثانية بالتوقيت العالمي، حصل انفجار أشعة جاما في المجرة اللي اسمها GRB090423، وبانزياح للضوء الأحمر بمقدار 8.2، واكتشفنا ان المجرة المذكورة دي عمرها 13 مليار و35 مليون سنة علشان تكون أقدم مجرة في الكون في الوقت ده. لكن ما انتظرناش كتير لغاية ما كل سنة نكتشف مجرة جديدة أبعد. لحد سنة 2012 كان في حوالي 50 جرم كوني يبلغ انزياحه الأحمر 8 أو أكتر، ده زائد ان تم رصد أكتر من 100 جرم تاني مؤهل إنه يكون انزياحه الأحمر 7. وفي 2015 تم تحديد المجرة A2744YD4 مجرة بعيدة محتملة باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، وبانزياح للضوء الأحمر بمقدار 8.38، واكتشفنا إن المجرة ديت عمرها تقريبا 13 مليار و200 مليون سنة، أقدم ب165 مليون سنة من المجرة اللي فاتت. وتم الرصد والتأكيد على النتائج دي بعد كده عن طريق التلسكوب الراديوي العملاق ألما، واللي اكتشف كمية صغيرة من الغبار، غبار النجوم الأبعد حتى الآن. وأول توقيع للأكسجين بينبعث منه الضوء على بعد 600 مليون سنة فقط بعد الانفجار العظيم. وفي يوليو 2015 في نفس السنة برضو تم إعلان أن المجرة EGSY8B7 هي أقدم جرم سماوي تم تسجيله في قائمة أبعد الأجرام اللي بتبعد عننا، وبالتالي أقدم الأجرام في الكون بمقدار 13 مليار و230 مليون سنة، وبانزياح أحمر بمقدار 8.68%. وفي شهر مارس 2016 أعلن أحد الفلكيين اللي اكتشفوا المجرة اللي فاتت ديت، وهو الباحث الفلكي باسكال أويش، أعلن اكتشافه المجرة GNZ11، وهي أكتر بعدا عننا وبالتالي أقدم مجرة شفناها، وأقدم حتى من المجرة إياها. GNZ11 مجرة انزياح أحمر عالي في اتجاه كوكبة الدب الأكبر، وكانت أبعد وأقدم مجرة معروفة في الكون المنظور لغاية وقت قريب. GNZ11 ليها قياس طيفي انزياحي احمر بمقدار 11.1، وعمرها يقترب من 13 مليار و400 مليون سنه. احنا كده قربنا جدا من لحظه الانفجار العظيم، بقي تقريبا 400 مليون سنه ونوصل ان شاء الله. لكن في سنتنا الحلوه دي 2022 في ابريل اللي فات، وبعد اكتر من 2200 ساعه اترصدت فيها السماء من خلال اربع تلسكوبات، رصد علماء الفلك اقدم وابعد مجره اترصدت على الاطلاق، وعلى بعد 13 مليار سنه ضوئيه عن الارض. وتسمت المجرة دي باسم HD1، ويفترض انها تشكلت تقريبا بعد وقت قليل بلحظة الانفجار العظيم، ويمكن تكون مليانة بالجيل الاول من النجوم. والباحثين قالوا، واللي كان بيرأسهم يوتشي هاريكين، قالوا ان المجرة تعود لأكثر من 300 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، واللي حصل قبل 13.8 مليار عام، وبانزياح احمر قدره 13.3. ما هي ظاهرة الانزياح الاحمر؟ الانزياح الاحمر ده ظاهرة بتعبر عن زيادة طول الموجة الكهرومغناطيسية اللي جاي لنا من احد الاجرام السماوية، ما
مجرات، نجوم، وده بيحصل نتيجة سرعة ابتعاد الجرم السماوي ده عننا، وهي بتشبه ظاهرة دوبلر، واللي بتعتبر ظاهرة مهمة جدا في علم الفلك. وعلشان نبسط المسائل، بيقولك لو نجم من النجوم بيبعد عننا كل شوية بسبب حركته، بيكون الضوء الصادر من النجم ده مثلا لونه أصفر، لكن لما بيبعد النجم ده عننا بيبدأ الضوء ينزاح وبيبقى كارف كده ومايل للون الأحمر. احنا عارفين ان الضوء مكون من الألوان السبعة بتاعة الطيف. الظاهرة دي بتحصل بسبب ان طول موجة الشعاع اللي جاية لنا بيزداد طولها نسبيا بسبب حركة النجم في الابتعاد عننا، والزيادة دي في طول موجة الشعاع اللي بتوصل لينا بتخليه يظهر بلون تاني في اتجاه الطرف الأحمر من الطيف. وطبقا لظاهرة دوبلر فإن العكس بيحصل لو كان النجم بيتحرك في اتجاه الأرض، فبسبب حركته بينضغط طول موجة الشعاع الضوئي اللي جاي لينا فبتبقى قصيرة نسبيا، وده بيخلي الطيف اللي بنسجله للنجم ده منزاح في اتجاه اللون البنفسجي من الطيف. جيمس ويب يقلب الطاولة. في 25 ديسمبر اللي فات أطلقت وكالة ناسا التلسكوب الفضائي العملاق جيمس ويب، واللي بمجرد أول أيام شغل ليه ضرب الرقم القياسي لرصد أبعد المجرات في أسبوعين بس، واكتشف أقدم المجرات في الكون واللي أطلق عليها اسم جي إن زد 13 أو جلاس زد 13، واللي أصبحت أقدم من أختها جي إن زد 11، وتكونت على بعد 329.8 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم. والمجرة دي ليها انزياح أحمر مقدر بحوالي 13.1. طبعا الكلام ده قبل اسبوع من النهارده، عشان ده كله ده اتغير لان ايام قليله بعدها ومعمرتش المجره دي جي ان زد 13 على عرش اقدم المجرات في الكون. ما تهنتش يا عيني لان مجره جديده اخذت منها اللقب ده، المجره سيرس 93316، واللي سجلت انزياح احمر بمقدار 16.7، وده رقم كبير جدا جدا وغير متوقع الوصول ليه بالسرعه دي. كالوم دونان الباحث المشارك بالدراسة كان بيقول إنه لأمر مدهش أن نجد مثل هذه المجرة البعيدة المرشحة بالفعل مع جيمس ويب، بالنظر إلى أن هذه ليست سوى المجموعة الأولى من البيانات. ومن المهم أن نلاحظ أنه للتأكد من الانزياح نحو الأحمر ستحتاج إلى متابعة الرصد باستخدام التحليل الطيفي، وهذا هو السبب في أننا نشير إليها على أنها مجرة مرشحة قديمة. بتوضح الدكتورة ريبيكا باولر أحد أعضاء فريق البحث عن أقدم المجرات في الكون، وبتقول بعد الانفجار العظيم دخلنا فترة ممكن نسميها بالعصور المظلمة، يعني الوقت اللي قبل ولادة أي نجوم. الملاحظات دي بتقربنا كتير للمجرات الأولية البدائية. احنا حصلنا بالفعل على عدد أكبر من المجرات في الكون المبكر جدا، أكتر حتى من اللي عملته المحاكاة الحاسوبية. ويظهر إن من الواضح كده إن في كتير من الأسئلة المفتوحة حوالين كيف ومتى تشكلت النجوم والمجرات الأولى، وهتكون مطروحة الأسئلة دي الفترة اللي جاية. بتوضح ريبيكا باولر من حيث المبدأ يمكن لجيمس ويب اكتشاف المجرات عند انزياح أحمر أكبر من 20، يعني بعد أقل من 200 مليون سنة من الانفجار العظيم. كان من المحتمل أن يكون من الصعب جدا اكتشاف المجرات دي عمليا، لكن اكتشاف سيرس 93316 إدى أمل كبير في إمكانية أن احنا نوصل للرقم ده ونوصل لأبعد المجرات وأقدمها في الكون. كمان دونان قال أن الظاهرة الأكثر بعدا اللي شفناها قبل كده ورصدناها اللي هي الخلفية الكونية الميكروية CMB، وهي الشفق الكبير اللي جاي بعد الانفجار العظيم، بيجي الضوء من CMB بعد 400 ألف سنة تقريبا من الانفجار العظيم، وقدرنا نلاحظه من خلال أدوات مختلفة على مر السنين، كان أبرزها القمر الصناعي بلانك اللي تم إطلاقه في 2009. بطبيعة الحال احنا عايزين نعرف الكتير عن شباب الكون خلال الفترة الضبابية دي، ازاي اتشكلت النجوم الأولى في غيوم الفجر الأول للكون، وازاي جماعة المجرات، وازاي الثقوب السوداء فائقة الكتلة دي بتتشكل بالسرعة الكبيرة دي في مئات الملايين من السنين الأولى من الوجود. لان انتوا عارفين بالطبع ان النظر للوقت البعيد والضباب الاولاني ده هو احد اهم المهام الاساسية اللي تصمم علشانها تلسكوب جيمس ويب. يقدر تلسكوب جيمس ويب انه يلتقط ضوء الاشعة تحت الحمراء القريبة والاشعة تحت الحمراء المتوسطة باعلى دقة من اي تلسكوب تم ارساله الى الفضاء قبله، لانه تصمم علشان يتفوق في اكتشاف المجرات البعيدة دي شديدة الانزياح ناحية اللون الاحمر، وعلشان يتمكن العلماء الكونيات اخيرا من انهم يلقوا نظرة تفصيلية على اللي حصل في البدايات الأولى للكون. بحسب اللي شايفه دونان وزمايله لازم تكون المجرة سيرس 93316 قريبة جدا على الأقل من واحدة من المجرات الأولى دي، والقريبة أكتر للحظة الانفجار العظيم. وبتوضح تحليلاتهم إلى أن النجوم في المجرة المرشحة دي لازم تكون بدأت تتشكل في وقت ما بين 120 إلى 220 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.
الأرقام الجديدة لأبعد المجرات في عمق الكون ممكن تعمل لنا مفاجأة غير متوقعة، وإن عمر الكون بتاعنا مش هو الرقم ده 13 مليار وتقريبا 800 مليون سنة بعده، لأن اكتشاف مجرات تانية في الوقت المبكر لنشأة الكون بيخلينا مترددين، بل وبنحاول نعيد حساباتنا من تاني في عمر الكون، واللي العلماء أخدوا سنوات علشان يقيسوه بكامل الدقة اللي وصلنا ليها دلوقتي، بل وممكن يفتح الباب لنقد نظرية الانفجار العظيم نفسها. هل ممكن تكون البداية مش كده وتكون حاجة تانية؟ ده اللي هنعرفه وإن شاء الله في الحلقات اللي جاية من إنفوسفير، واللي حنناقش فيها نظريات بداية الكون المختلفة، واللي ممكن يخلينا جيمس ويب باكتشافاته المبهرة نفكر تاني فيها وبكل قوة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش بقى اللايك والشير، وإذا كنت شايف إننا بنتعب علشان نعمل حلقات ديت ما تبخلش علينا بأقل دعم وهو اللايك، ولو في سؤال ممكن تكتب لنا في التعليقات، ولو حابين نكمل سلسلة نشأة الكون اكتبوا لنا برضه، وعلى وعد باللقاء الجمعة اللي جاية في إنفوسفير. ولف معلوماتي، تحياتي محمد فهمسلي، سلام عليكم.